شيجر معروفة بأنها مركز إشعاع علمي، لكنها اشتهرت أيضاً بسبب كثرة أوقافها، لدرجة أنه يقال أنه لا يوجد أي بستان أو أرض أو مزرعة إلا وتجد فيها جزء منها موقوف. وهذا الدليل أنه شيجر لها تاريخ جداً قوي وأصالة في عمل الخير والأوقاف. اليوم لنا جولة في أوشيجر وأوقافها عشان نرصد كيف ساهمت هذه الأوقاف بجميع أنواعها في تنمية المجتمع المحلي. بلدة أوشيجر من البلدان النجدية بالمملكة العربية السعودية التي تحتوي على أوقاف متعددة المصارف، منها كنس الشوارع، منها أكفال للموتى، منها لبن للموتى، منها أربطة لأكفان الموتى، منها الأضاحي، وينبثق من الأضاحي الجلود التي تستخدم للقرب للمياه، كذلك الشحوم الحيوانية التي يتم إذابتها وتكون وقوداً لأوقاف السرج. اللافت في أوقاف أوشيجر أنها كانت تخصص مصارفها لتغطية جميع احتياجات أهلها وتنمية البلدة والبيئة فيها. والأوقاف عندنا كذلك نوعين قائم بذاته ونوع لا، في جهة تصرف عليه.